حبيت نقول للناس اللي توا هما أقليات غرر بهم قيس سعيد، وحبيت رسالة لقيس سعيد، يعني يا قيس راك انت غلط فيا، وراك انت ظلمت إنسان، وراك انت ظلمتني أنا، وانت تحيلت علي أنا قبل لا تتحيل على الشعب. يا قيس راك مش تطيح ومش نطيحك بإذن الله حاجة بركة، مش تعرف كيما طلعتك وبحثت على الشر من الشعب، راني مش نطيحك. يا قيس راك انت طلعت وقلت كبو صنز السواكر، يعني فهمت، هذه أكبر عملية تحيل. دونك لازمك تعرف يا قيس انت ظلمت إنسان، يعني في خدمك بقلبه وربه ما حسبتهاش معاك ندوات صحفية، انت ظلمت إنسان عنده 7 سنين ما روحش لدارهم. طيب معاش عيني مش نروح لأنه حقي مضمون بالقانون الدولي، أنا عندي حماية يا قيس أكثر منك أنت، حماية ربي قبل كل شيء. فهمت، أنت تعرف يا قيس سعيد أنا راس مالي في تونس، أنا برمين تاع سياقة، يعني 7 سنين متهجر، طلعتك ما تستحقش بصراحة، طلعتك من لا شيء، بعد قلت لي كبر صوص السواقر وراي الحيط. لكن تأكد حاجة بركة يا قيس سعيد، راني مش نطيح ومتأكد اللي أنا مش نطيح من الدولة والثاني. فهمت، حضر لك برشا حوايج، حاجة بركة، مش تعرف أنت النهار هذاك تقول الحق أنا كيفاش طلعت ووليت رئيس، وقت اللي أنت ما تجيبش تكون رئيس، لأني أنا قاري أكثر منك يا قيس. تونس تستحق بخير، أنا حتى تنكرت لي على الأقل أعطيتنا بلاد، يعني جبت لنا 5 سنوات جمر يا قيس، جبت لنا 5 سنوات أعطيتها لك عالف ومجبر، وما احتكيتش برجال الدولة، وما حكيتيكش أنا ما عملتش، جبت لنا أرقام، رجعت تونس 50 سنة لتالي، وتاخذ في 50 مليون يا قيس، ونهار كل أنت سوف وقاعدة تسخف الناس ومؤامرات وما عملت حتى شيء، وماكش مش تعمل حتى شيء. دونك تذكر ثامر بديدة، إن شاء الله تتذكرني على القريب، وأنا قلت لك أنا أعمل لك يعني بإذن الله، هذا مش نوريك حاجة بركة، يعني فهمت، يعني أنت حتى كي كنت مش ترد لي اعتباري، تعرفش معناش تعمل في صفحة الرئاسة ثامر بديدة، وكلزم مش رد اعتبار، تعتذر أنت مني أنا ومن الشعب هذاك، كتب لي اسمي في صفحة الرئاسة، شوف أنا نرضى، شوف لا مش قلو يعني عفو سخطة وعنا طيحنا في قدرنا ولا كيفاش انت، انا فهمت معنى انسان وقف معاك بشهادة التوانسة الكل، انسان معناها وقفت معاه وتنكرت، قلنا بعد كيكا شفت لنا دولة دمار شامل، انت ماكش رجل دولة يا قيس، راه الشعب يكره، اكد من حاجة الشعب يكره، وتو ثامر بديدة مش يطيحك من ده، اكد هذا يحطها، وانت تعرف نجم نطيحه، ما تجم تعمل حتى شيء انت، يعني انا محمي بربي سبحان الله بقلب نظيف، ومحمي لي انا انظف منكم، انظف من اللي تتصور انت، انت مورد قضايا تحيل على الشعب وتحيل على الدستور وتحيل على التوانسة بالفلوس وتحيل كذا، باش متورث ثامر بديدة الا بلسانه، الا اللي جبت لهم واحد يعني تحيل على الناس الكل، رجعت الدولة 5000 سنة التالي. طبعا ثامر بديدة انا عديت عمري 7 سنين متهجر من بلادي، انت تعرف يا قيس لي انا انظف منك وانظف من حتى اللي مدايرين بيك، فهمت، والتوانسه يعرفوا لي انا انظف منك، انا ولد عائله، انا تهجرت على بلادي على الوطنيه نتاعي، مين يجم حتى كلب في تونس، تونسي مقمل من كبير ومن صغير مشكك في ثامر بديده وش خدمت معاه. مي لكل حديث الحديث يا قيس، انا ما نحبش نطول الحديث برشا، ولكن تلك الايام نداولها كيما جبناك من المنيلة وحسبناك بالحق رئيس، ورجعت تونس 50 سنة التالي، أنا حاسبتك بالأرقام، ما حاسبتكش، ما مختاك من لوقت دخلت إخوانجية وعملت ودخلت الفساد، ما دخلت حد، أنت دخلت شكون، أنت مشكلتك تحب تقعد 50 مليون، تحب تقعد وتعطيها للبشمرقة وللبرني وتعمل لي ولاد 8 ولايات من غير والي، فتقتها البلاد، جبت لنا 1,200,000 إفريقي طبعا، وربي ديما بإذن الله أنا عارف روحي، خلي تاريخ يعرف، وبيننا الله وبيننا الأيام.